في فترات بتعدي علينا في حياتنا وتلاقينا بنقرر فيها نعتزل عن كل حاجة وعن كل الناس ونقول لنفسنا خلينا بعيد أحسن، لا طاقتي ولا لياقتي يسمحوا لي أواجه الناس. والحقيقة إن الفترة دي مش بتيجي من فراغ، وفي الغالب بتكون نتيجة خبرات سيئة مرينا بيها أو ناس مؤذيين في حياتنا أو خبرات سمعناها من ناس تاني عن ناس تاني إحنا أصلاً ما نعرفش عنهم حاجة، بس قررنا من باب جلد الذات إننا نتضامن معاهم وبعدين ندخل أوضتنا ونقفل على نفسنا بلا ناس بلا وجع قلب. كمان ممكن تكون الفترات دي نتيجة إننا خايفين إنه حد يشوفنا وإحنا ضعاف وإحنا مش في حالتنا اللي تعودنا إنهم يشوفونا عليها، علشان عودناهم إننا دايماً أشخاص مبهرين فبقينا نخاف من رد فعلهم أو إنهم يبعدوا عننا. والحقيقة إن الخوف ده من أهم أسبابه إن مفهوم العلاقات أصبح مشوه، وبقت الناس هتحبك طالما أنت بس كويس وشدد حيلك وناصب طولك، يعني تقدر تقول كده حب مصلحة. لكن النهاردة يا صديقي عايز أشجعك وأحكي لك عن قصة موجودة في سفر الخروج أصحاح 17، والقصة ببساطة بتقول إن شعب الله كان داخل حرب مع عماليق، وعماليق دول مجموعة من الناس كان دايماً في حالة صراع وحرب مع شعب الله، بس كان لازم موسى يفضل طول الوقت رافع إيديه علشان الشعب ينتصر، ولو نزل موسى إيده الشعب يتهزم. موسى الرجل العظيم القوي بيعيش حالة ضعف في جسده ومحتاج سندة، محتاج حد يكون جنبه. وهنا الكتاب بيقول لنا لما تعبت يد موسى أقعده هارون وحور على حجر وسند يديه إحداهما من هنا والآخر من هناك، فكانت يد موسى ثابتتين إلى غروب الشمس فهزم يشوع عماليق. القصة موجودة في خروج 17 الآيات من 8 ل 13. والحقيقة موقف حور وهارون يبان بسيط، لكن في الواقع هو موقف عظيم جدا. تخيل كده موسى في عز الضعف يلاقي حد سنده من هنا ومن هناك، ما قالوش إن موسى هو القائد هو المسؤول عن الشعب وهو يشيل مسؤولية نفسه، كان مفروض يعمل كذا وكذا وإن يحافظ على قوته علشان يقدر يقوم ويرفع إيديه. كمان ما اتريقوش على موسى وقالوا شوفوا موسى اللي كنا فاكرينه يقدر يعمل حاجات كتير أو حتى مش قادر يرفع إيديه. هارون وحور ما عملوش كل ده، لكن عملوا حاجة بسيطة خالص، سندوا موسى خلوه قادر يقف تاني على رجليه. والحقيقة يا صديقي مهما كنت موسى في قوتك انت كمان محتاج في حياتك هارون وحور، علشان لما تضعف تلاقي اللي يقويك وياخد بإيدك ويرجعك من تاني للحياة. وزي ما انت محتاج هارون وحور في حياتك انت كمان لازم تكون هارون وحور لحد تاني. في النهاية بصلي لك يا صديقي تلاقي دعم هارون وحور في حربك ضد أي حاجة بتحاول تهزمك وتكسرك وتسرق حياتك، تلاقي الصاحب اللي يثبت إيديك ويشددها لما حربك تطول ولما قوتك تضعف. يا صديقي تشدد.